بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية، عملا بتوصيات رئاسة جامعة محمد شريف مساعدية حول تقديم مادة إعلامية للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا، أي طلبة المستقبل. في البداية أتوجه بالتبريكات والتشجيع على النجاح لكل الحاصلين على شهادة البكالوريا والمضي قدما في حياتهم الجامعية. هذه المادة الإعلامية تتمحور حول تعريف بأهم المعاهد والكليات، وكذلك ميادين التكوين، الشعب والتخصصات ومختلف المسارات. بصفتنا مسؤول ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، معكم الأستاذ عبد اللي فاتح، أحاول من خلال هذا المقطع التعريف بميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وأهم إسقاطاته المهنية. هذا الميدان هو ميدان يندرج تكوينه ضمن معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. في الحقيقة هذا المعهد الذي رأى النور كقسم في سنة 2003 بالمركز الجامعي سوق هراس، واستمر كقسم إلى غاية 2012 إن تحول وتم ترقيته إلى معهد، مع ترقية مركز جامعي سوق هراس إلى جامعة محمد شريف مساعدية. في الحقيقة كان التكوين بنظام الكلاسيك إلى غاية 2008، أين تم إدراج نظام LMD، وكانت أول دفعة ليسونس سنة 2011، ثم ماستر بعدها بسنتين. في الحقيقة تخرج من هذا المعهد إطارات لا بأس بها في نظام الكلاسيك أو LMD، أين تم مؤخرا كذلك فتح تكوين في الدكتوراه الطور الثالث في الفروع أو المسارات الثلاث الموجودة. في الحقيقة التكوين على مستوى ميدان علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضية فيه ثلاث يعني أطوار كما هو معروف في نظام LMD. في الطور الأول ليسونس نبدأ بجذع مشترك سنة أولى علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضية، أن يتلقى الطالب تكوين في مجموعة من المقاييس أو مواد تندرج ضمن وحدات فيها ما هو تطبيقي، عبارة عن أنشطة رياضية تطبيقية، وفيه كذلك أعمال موجهة في مجموعة من المقاييس التي تغطي مختلف الكفاءات المطلوبة لدى خريج هذا الميدان. بعد سنة أولى يتم اختيار شعبة من بين الشعب المتاحة على مستوى جامعة سوق هراس، ثلاث شعب وهي النشاط الرياضي التربوي والتدريب الرياضي نخبوي كتخصص، وكذلك الإدارة والتسيير الرياضي، بالإضافة إلى شعبتين غير متاحتين حاليا في سوق هراس وهي الإعلام الرياضي والنشاط الرياضي المكيف. بعد التكوين في السنة الثانية في شعبة من الشعب يتم اختيار تخصص تابع لها وهي التدريب الرياضي، يختار التدريب الرياضي التنافسي، والنشاط الرياضي التربوي يختار الطالب النشاط الرياضي التربوي المدرسي، وفيما يتعلق بالإدارة والتسيير الرياضي يختار تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضية. إذن بعد الليسونس ويكون يعني اختيار تخصص أو الشعبة دائما يكون بناء على بعض المعايير، من بينها مثلا معدل الترتيب، ولهذا أنصح يعني الطلبة على المثابرة في تحصيل أحسن المعدلات من أجل اختيار أحسن الشعب أو الشعب التي يرغبوا فيها. إذن بعد طور الليسانس يمكن للطالب الولوج إلى الماستر، كذلك الماستر متاح في التخصصات الثلاث، يعني الإدارة والتسيير الرياضي فيه تخصص تسيير الموارد، كان تسيير الموارد والمنشآت الرياضية أصبح تسيير المنشآت الرياضية. في التربوي كذلك لدينا ماستر نشاط رياضي تربوي مدرسي، وفيه ما قبل المدرسي، والمتاح في سوق هراس هو المدرسي، كذلك فيه تدريب الرياضي النخبوي. فيما يخص الطور الثالث حاليا هناك يعني تكوين في كل التخصصات الموجودة الثلاث، وهي في التدريب في التربوي وفي الإدارة والتسيير الرياضي. إذن بعد التكوين يصبح الطالب مؤهل من أجل الولوج إلى عالم الشغل، هذا فيما يتعلق بالمستويات الموجودة. في الليسانس يمكنه أن يشغل منصب أستاذ تربية بدنية ورياضية في الأطوار الأولى يعني الابتدائي والمتوسط،
بشهادة الماستر يمكن أن يشغل منصب أستاذ تربية بدنية في الثانوي. أما فيما يتعلق بالتكوين المستوى الطور الثالث يعني الدكتوراه بعد الانتهاء من مناقشة الدكتوراه فيصبح مؤهل أنه يشارك في مسابقات التوظيف على مستوى الجامعة وكما هو معمول بأستاذ مساعد با أو مشاركة في بعض المخابر مخابر البحث لأنه هذه الشهادة تؤهله إلى ذلك. كذلك بالإضافة إلى مجال التربوي والتدريس يمكن أن الطالب يشغل مدرب أو مربي رياضي فئة الصغرى وهذا كذلك بعد القيام بتكوين إضافي في الشهادات أو الدرجات فيما يتعلق بالتدريب أو تسيير القاعات الرياضية للمحصلين على شهادة المانجمنت في الرياضة أو تسيير المنشآت الرياضية يعني تسيير القاعات الرياضية. هذا فيما يتعلق يعني بالتوظيف ربما في الجانب العمومي. أما في الجانب الخاص النشاط الخاص فخاصة مع ظهور ما يعرف بالمؤسسات الناشئة والمقاولاتية يمكن للطالب أن يفتح مشروع من خلال مثلا قاعات كمال الأجسام من خلال قاعات اللياقة البدنية وما يعرف بالفيتنس النشاطات الرياضية وإعادة التأهيل الحركي الخاصة مثلا بعد تعرض الإصابات ونقول إصابات ليس فقط للرياضيين يمكن أن تفتح قاعة للتأهيل الحركي لغير الرياضيين المصابين في حوادث المرور لا قدر الله في العمل وهم موجودون بشكل كبير وهذا العالم غير يعني تقريبا كيف نقول فارغ يعني فيرج ما فيش هذا النشاط تقريبا أغلبية الطلبة يركزون على التوظيف في السلك العام. ولهذا إذا التكوين في مجال علوم التقنية النشاط البدنية والرياضية يكون وفق الحصول على شهادة البكالوريا معدل 10.00 وفق الدليل الوزاري الجديد لـ 2023-24. كذلك يمكن لجامعة المهندس شريف المساعدية أن تستقطب في هذا الميدان من ولايتين ولاية سوق هراس وولاية قالمة يعني خاصة على شهادة البكالوريا دورة 2023 لولاية سوق هراس وولاية قالمة وهذا كذلك إضافة هذه السنة. إذا نرحب بالطلبة الأعزاء في أيام مفتوحة من أجل التعريف أكثر بهذا الميدان وإن كانت هناك انشغالات فسوف تجدون الطاقم من الأساتذة في خدمتكم وشكراً.